الناس كلها بتسأل بقى نشتري عربية جديدة ازاي؟ هل نتوقف ولا ننتظر ولا ما نشتريش ولا نعمل ايه؟ لان النهاردة انت لما تيجي تشتري عربية مستعملة انا هقول لك روشتة شراء العربية المستعملة ايه بسهولة. احب يا جماعة اولا اعرفكم بنفسي، انا الدكتور احمد ايوب صاحب شركة ايوب اوتو لتجارة السيارات. عايز يا جماعة اتكلم عن حملات حصلت الشهور الماضية في السوق، ويقال ان الحملات دي اثرت على سوق السيارات. في نصيحة يا جماعة عايز اقولها لكم، لان السؤال ده بسأله كتير جدا، ان يجي حد يسألني يقول لي العربيات كيلومتر بتاعها ممكن حد يلعب فيه وينزله؟ اقول له اه بتحصل. بالنسبه للعربيه المرسيدس سي 200، العربيه اللي بتبقى باكج اي ام جي كله، ام جي لاين بره وجوه، هنكلمكم بقى دلوقتي عن العربيه الاي 350. الاي 350 انا بعتبرها يعني حصان الرابح زي ما بيقولوا.